اهلا بيكم في قناه ايمي جود تالنت. فيديو النهارده فيديو مختلف شويه. اول مره اجيب الصراحه الصلصال دوت. هنعمل تحدي انا واختي الصغيره نسوان. بصوا انا هبقى في الفيديوهات الثانيه بقى كتيره كده. هنعمل تحدي ان هنعمل اشكال. هوريكم الاشكال يعني كل شكل. مثلا الشكل هنبدا من الاسهل للاصعب. الشكل السهل هنبدا نخليه دقيقتين، الاصعب شويه نخليه خمس دقائق، والاخير 10 دقائق. تمام. الصلصال ده غريب، عايز على فكره يعني بينشف بطريقه رهيبه جدا. يعني انا استخدمت بتاع دوت، عملت لابن اختي شكل بينشف بطريقه صعبه. بعدين كمان ايه، بيبقى خفيف قوي. بعد ما بينشف بيبقى خفيف، تحس كده ملهوش قيمه، مش زي الصلصال اللي انا متعوده عليه. فانا اول مره الصراحه هستخدم بقى شكل جدا. طيب هنبدا اول حاجه بشكل الايس كريم على شكل دب. بس قبل ما نبدا خلينا نجهز الالوان الاول. هو انا صح معلش هنا جبت دوت، هو ده لو تلاحظوا كبير اكبر عند ما اعرفش الصراحه ليه. اضطريت اجيب الاصغر منه عشان بس هنا استنى ليش هتنفكس، يعني عشان الشاشه ضاقتها يعني قوي. هنبدا هم دقيقتين ولا ساعتين دي ماشي. عشان هنا دوت في اسود وفي بني، يعني الالوان هنا مختلفه شويه. فهنطلع اول حاجه الالوان احنا هنحتاجها. طلعي وبعدين لما تيجي تستخدمي البتاع غطاه بسرعه، لان البتاع بينفخ. هنحتاج اللي هو البني ده، وهنحتاج اسود عشان البني غامق. بس انا بتهيألي ان احنا نطلع عشان نبقى ايه جاهزين. بصوا معاهم الشكلين دول كمان. والله مش عارف ايه الاشكال دي. ايه ده يعني؟ حد يقول لي ده ايه؟ تقريبا وديت مش عارفه. انا مش عارفه الصراحه، مش عارفه والله دي ايه. دي ممكن للعين، يعني دي هستخدمها في العين. المعلومه يا جماعه اللي انا هخسر في التحدي ده بقول لكم من دلوقتي اهو. يلا واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة. يلا بسرعة. بسم الله. انا اعمل ايه؟ اعمل ايه ولا ايه؟ انا هبدأ بالعصاية بتاعته الاول. اقفليه لما تسحبي منه، اقفليه. اقفلي البتاع عشان بينشف والله. ممكن تستني بس اشوف انا هعمل ايه اساسا. انا حطيت ايه كده ليه؟ هو ايه ده؟ يا لهوي. انا انتوا متاكدين ان احنا هنلحق نخلص؟ انا دمجت دوت على ده تمام؟ عشان هعمل العصايه بتاعته. انا دمجت اسود على البني. هي بتعمل وش وانا بعمل رجليه. العصايه بتاعت الايس كريم. متهيألي زودت البتاع ولا مش عارفه، مش عارفه. يا نهار ابيض. مفيش وقت. يا نهار ابيض. انا غمقته جدا. انا ببدا العصايه بتاعته اهي. ما كنتش متوقعه ان هيجي اللون ده، بس يعني هنشتغل بيه برضه. هيطلع اسود. ايديا باينه ولا مش باينه؟ يعني اسمي مكتوب جماعه. كان خراب. يا دقيقه. هو مش عارفه الصراحه ايه ده. يا لهوي ده لسه بعجن في البتاع ده. انا خلصت العصايه بس. يا نهار ابيض. انا حطيت اسود. بتقلدني؟ مش بقلدك، انا اوريدي كنت هعمل كده. هو نزل دي. هو ايه ده؟ انا خدت الحته كلها. ما انت ايه المشكله؟ طيب انت هتحتاجي فيها ايه؟ مش لسه هعمل هنا بتاع. طب ما تاخدي منها. هنا بتاع؟ ما تاخدي منها. عامله ازاي؟ السبقت كام؟ السبقت كام؟ على فكره كده هنزود دقيقه. انا مش عارفه ايه ده. هزود دقيقه بس خلاص، ما لحقناش خلاص بقى. انا بقالي ايه ده؟ هو الوقت التايمر واقف. يا نهار ابيض. وانا اقول لهم التايمر بيخلص ليه؟ انا حاسه ان انا ايدي بره طول الوقت. عمي زودي دقيقه. هنزود دقيقه. شكلها خلصنا بس نكمل شكل. الموضوع صعب. لا واحنا عايزين نعمل الثانيه مش عارفه ايه. التايمر خلص. التايمر خلص جماعه. هو التايمر خلص دلوقتي، وطبعا يعني احنا ايه هنكمل الشكل برضو، مش هنيأس. هنكمله برضو. مش ما ينفعش خالص، يعني انا يا دوب هو ده بس اللي خلصته. هي حتى مش عاملاه مظبوط. استني بس، انت ليه عاملاهم دور وانا مش عاملاه مظبوط؟ كمان عاملاه مسطح وهي عاملاه مدور. طبعا دوت بعد ما خلصنا 3 دقايق، وحتى كمان هو مش 3 دقايق، ده هو اكتر من 3 دقايق عشان ما خدناش بالنا ان الوقت كان واقف.
فطبعا ما كملناش. هي وصلت لده وانا وصلت لده، وصلت بس للوش. ما تخيلتش ابدا ان دقيقتين دي مش هتكفي، تخيلتها والله تاخد وقت اسرع. يعني هنحتاج الالوان بقى ايه للتانيه، للتوست والبيض، وانا مش متفائله بعد الوقت اللي احنا اللي حصل، مش متفائل خالص. هنحتاج نعمل بيض وتوست واسود برضه بس وابيض، هنحتاج هم دول. خلاص حطي نص ساعة. هنعمل 5 دقايق. 1 2 3 يلا هنبدأ بسرعة. انت بقى الحقيقة ما تلحقيش. انا هبدأ بالبيض وهي هتبدأ بالتوست. انتي على فكره انت لسه بتطلعي المعجب، يا نهار. عارفه عايزين اقول لكم دلوقتي 4 دقايق وهي لسه بتطلع بس في البتاع دي، بالها دقيقه بتطلع. يا جماعه انا بتاكل ده، انا خسرانه اصلا يعني، ف يعني خلاص حاسه انا عامله ورده مش بيضه. قدامنا دقيقتين. لا لما الواحد يبقى عامل حاجه بسرعه ما بتطلعش حلوه يعني، ما بتبقاش متقنه. طب اهو مش عارف. طب عامله البيض فاضل دقيقه. فاضل دقيقه وانا لسه ما عملتش اي حاجه. انا بقعد دقيقه ذات نفسها وبعدين بطلع في العجينه. انا خسرت، انا خسرت وما عملتش حاجه الحمد لله. مش عارفه انا هجرب كده البتاع ده هشوف هينفع كده الاطراف بتاعته في الفرشة. اول مرة اشوف كده هينفع معاه ولا ايه. صدقوا ينفع نعمل الاطراف. فاضل 18 ثانية. يا رب الحق الاطراف. يا رب هي تلحق. وانا اصلا سمعتش حاجة يا جماعة يعني. وانا لسه معرفتش الوش كمان. انتوا مستوعبين اللي انا فيه؟ يا نهار ابيض. انا لسه معرفتش حاجة. خلصت. انا ما عملتش حاجه. ده احنا خلصت. ده هي اللي خلصته مش احنا. لا يعني هي خلصته. انا لسه بكره. لسه بطلع. يعني الوقت خلص وانا لسه بطلع. انا فعليا كل ده لسه بطلع العجينه يعني. انا طيب بص انا هديها 5 دقايق. انا عامه الخمس دقايق عملتش غير ده، ما كملتش طبعا بقيه الشكل ولا حتى يعني. انا عايزه اعمل افكت، في افكت كنت عايزه اعمله بالفرشه كده. ما تغشيش مني. لا وانا خلاص غشش هغش مني. هديها 5 دقايق ليها هي و حتى العجينه نشفت مش عارفه اعمل افكت ليها اصلا. عامه يعني هو ده الشكل اللي انا خلصته في 5 دقايق. طيب هديني طبعا 5 دقايق وبقالي ساعتين اصلا بشيل البتاع ده من الكيس. فهنبدا بقى 5 دقايق لينا ويلا. يا ترى كبيرة بس اوكي يعني. يا ماشي حالها. ونكبرها اكتر. فاضل دقيقة وانا لسه. انا بشتغل ولا كأني في تايمر فعلا. انا خلصت التايمر يا جماعه. خلاص شيلي ايدك بقى كده بقى، هي وقتها خلص. وقفي بقى الصب. يا ورده في البستان. يا لهوي يا جماعه. انت متاكده اني ضبط اومليت او بيض عيون؟ اللي بعده
دلوقتي وصلنا للديزاين الاخير له 10 دقايق. هنعمل شكل السلحفه. ظبطي بقى التايمر. دي الالوان اللي هنحتاجها بقى. فاضل دقيقتين وتنتهي. خلصي يا ست. ده ايه ده؟ فاضل اخر دقيقة. حتى اقل من دقيقة. يا دوبك مش عارفة الحق الراس ولا لا. محدش عيب على الصخرة بتاعته اللي فوق دي. تسعة سبعة ستة خمسة أربعة. حني ما عملت الراس. بصوا هي مطلعتش راس. هي بجد مطلعتش راس. يا دوبك عملت ده. أنا لسه ما عملتش الراس. أنا ما عملت الحتة اللي تحت دي. خلاص. هي مطلعتش راس. انا معرفش هي ايه دي الصراحة. انا حاسة انها بقت ايه مش عارفة. ضفدعة. ده ايه ده الدقن ده ولا ايه؟ رقبته. لا حول ولا قوة الا بالله. ده إيه؟ شوهت البتاع. السلحفة هتنقرض بعد لما تشوف المنظر ده هتنقرض من على وجه الارض. احنا كده خلصنا الاشكال كلها. طبعا معرفناش نخلص حاجة. وخلف الكواليس بقى عملنا الاشكال كاملة. ده اللي هما الشكلين اللي عملناهم في دقيقتين. ده بتاعنا السوم وده بتاعي. خلصناهم بقى يعني بره الفيديو. دول في المفروض كان 3 دقايق صحيح مش تقوليني. 3 دقايق او حتى كمان 3 دقايق واكتر. الشكلين اللي بعديهم كان البيضة والتوست. يا عيني يعني هي وردة شكلها ورده وعينين وبق وكل حاجه. هي شكلها مسوم عندها الحاجه دايما عملاقه. يعني دايما بتعمل حاجات عملاقه. انا بالنسبه لي حلو. يعني ده شكله حلو. ماشي حلو يعني. ماشي. ده بقى الاخير اللي هو 10 دقايق. طبعا احنا ما عملتش غير بس الرجليه والصخر اللي فوق. انا بقى خلف الكواليس عملنا بقى كل شكل. هقول لكم رايي في الصلصال. انت رايك ايه في الصلصال؟ هو ملمسه غريب قوي. يعني بصوا اساسا يعني والله بص تحسي كانه في اللين. مش زي عجينه السيراميك والصلصال كده بتحس انه ليه قيمته. انما ده تحسه يعني شوفوا مش عارفه ورقه دي ولا ايه. فيعني انا رايي ان هو ممكن تستخدموه كده بس كديكوريشن على المكتب او زي او ستيكر نلزقه في على المراية على السرير على اي حاجة. انت رأيك ايه؟ بص هو ده رأيي. رأيي انه غريب جدا. عاجبك يعني؟ يعني هو انا شايف ان هو ينفع للاطفال بس مش اكتر. بعدين كمان حاجة كمان ان الواحد لما بيشتغل تحت وقت الحاجة بتطلعش معانا مظبوطة.
انما لما بتبقى قاعده في هدوم ما بتركزيش مع الوقت وكده لا بتطلع معاكي حاجه كويسه. يعني انا ديت عملتها بعد وقت طبعا اصلا بكثير قوي. بره خالص. هي عملتها براحتها يعني. ولما تبقي شغاله كده انك المفروض تخلصي في وقت محدد بتلاقي الشكل لا مش مظبوط ومش حلو معاكي. كمان حاجه تانية ان هو بيلزق يعني بيلزق بسرعه في بعضه. فمش عارفه انا نفسي يعني ما عجبنيش قوي. انا برضه متضايقه جدا من هو مثلا الزق حاجه كده وممكن تطلع غلط وكل حاجه تبوظ بقى. يا رب يكون عاجبكم الفيديو. قولنا ايه رايكم بشغل ايمي وشغلي. طبعا يعني بعيدا عن شغلي مش محتاجه اتكلم عن نفسي كتير طبعا يعني. شغلي مفيش احلى منه طبعا طبعا. لو حابين نعمل عندكم افكار تانية نعمل فيها تحديات اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ده خلاص وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية احلى. مع السلامه. باي.